السلطة والمعارضة، الطريق المسدود، قضية الطريق السيار، صالون المفارقات، ودولياً 150 قتيل في تحطم طائرة ألمانية بفرنسا، أبرز ما تناولته الصحف الوطنية الصادرة لنهار اليوم الأربعاء 25 من مارس 2015. الحوار عنوانات على صدر صفحتها الأولى: السلطة والمعارضة، الطريق المسدود، وفرصة التقرب بين الطرفين تقلصت، حيث أن الساحة الجزائرية شهدت اصطفافاً حاداً بين قطبين متباعدين من جهة المعارضة التي تشكك في شرعية الرئيس وتطالب بانتخابات مسبقة، ومن جهة أخرى السلطة ومن يدور في فلكها من أحزاب وجمعيات تشكك في نوايا المعارضة وتتهمها بالسعي لزعزعة استقرار الجزائر. وفي ظل هذا الجو المشحون غابت مبادرة الحوار التي غصت بها الساحة السياسية مؤخراً. في ملف ذي صلة أوردت البلاد في منشطها: لن يكون هناك توريث للحكم، وعلى الجميع انتظار 2019، وذلك حسب ما كشفه الوزير السابق والسيناتور جمال ولد عباس لحسن بوضوح، الذي أكد أن ما يشاع من أقاويل حول تأسيس شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة لحزب فخر لا أساس له من الصحة، مضيفا أن هذا ليس فخر بل فخة. وقال ولد عباس في هذا الخصوص: نسب كثيرا لشقيق الرئيس، هو شقيق الرئيس لحم ودم وهو قريب منه، وما واجهه بوث الحادث الصحي للرئيس كثير، معلقا: هذا ليس فخر بل فخة، ونحن لا نقبل هذه الفخة. أنا رأيت المرسوم الرئاسي، هو مستشار ويقوم بدوره كمستشار فقط في الرئاسة، ووراثة الحكم غير واردة، وبعد سنة 2019 اللي كتب الله سيكون. في قضية الطريق السيار أفادت الحياة: حسب قرار الإحالة اسم عمار غول موجود في الملف، و18 متهم بينهم 2 في حالة فرار، و50 محاميا في معركة حامية الوطيس في محكمة الجنايات، حيث يوجد بين المتهمين 18 4 متهمين موقوفين و11 متهم غير موقوف، ويوجد متهمين 2 في حالة فرار وشخصين معنويين هما شركة صينية وشركة اليابانية المتهمتين بنفس التهم الموجهة للآخرين، منها استغلال النفوذ، المساهمة في تبديد أموال العام. هذا ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة في ظل معركة إجراءات بين هيئة المحكمة وهيئة الدفاع التي ستطالب بإحضار عدد من الشخصيات النافذة مثل رجل الأعمال بيير فالكون وزير النقل الحالي عمار غول بصفته الوزير السابق للأشغال العمومية، وذلك حسب قرار الإحالة الذي جاء في 114 صفحة. عن الصالون الدولي للسيارات عنوانت المحور: صالون المفارقات، بين أثرياء يشترون مركبات ب 3.5 مليار سنتيم في معرض السيارات، ومغلوبين على أمرهم يكتفون بالتقاط صور تذكارية والتغزل بالمضيفات. والبورش والكوبرا تغريان المليارديرات، والسيارات بسعر 3.5 مليار سنتيم بيعت منذ اليوم الأول، حيث يعرف الصالون الدولي للسيارات في طبعته 18 عرض العديد من وكلاء السيارات على غرار سيما موتورز وسوفاك ونيسان وشيفروليه للسيارات أقل ما يقال عنها أنها فارهة وذات محركات خيالية، يكتفي الجزائريون بالتمتع برؤيتها من بعيد أو التقاط صور معها، في حين تمكن البعض من شرائها رغم غلاء أسعارها والتي فاقت العديد منها مبلغ المليار سنتيم. محلياً أفادت النهار: العاصمة تغرق في 30 دقيقة، ومياه الأمطار التي تساقطت غمرت محلات ومقرات مؤسسات عمومية، فيما الحماية المدنية تدخلت في عدة ولايات وسجلت انهيار منازل والعديد من الجرحى. وعنونت النهار: 7 ولايات تغرق وعائلات تبيت في العراء. في ملف منفصل عنونت ليبرتي: ماد إن بلادي، مجرد شعار لا أكثر، والمستوردين يستمرون في إغراق السوق، والمنتوج المستورد يحتل رفوف المحلات الكبرى في مواجهة ضعف الصناعة الوطنية.
دولياً أكدت وقت الجزائر مقتل 150 شخصاً في تحطم طائرة ألمانية بفرنسا. الطائرة كانت من نوع إيرباص 320، والظروف الجوية التي تحطمت إثرها لم تكن سيئة، فيما أكد الخبراء أن ارتفاعها كان غير طبيعي. هذا ورجح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند مقتل جميع الركاب وأفراد طاقمها في وقت لا زالت لحد الساعة أسباب الحادث مجهولة التفاصيل، حيث يرتقب أن تكشف التحقيقات عن الحيثيات بعد العثور على العلبة السوداء. بهذا الخبر نطوي صفحات الجرائد الوطنية الصادرة لنهار اليوم. نترككم مع هذه الرسومات الكاريكاتيرية.